خلينا بقى نقول ان زي ما قلنا تاني توقيت مهم جدا. احنا بعد 25 يناير الوضع اختلف في اشياء كتيره جدا، خصوصا للوضع الاجتماعي للاقباط في مصر. خلينا نقول ان في كتير خايفين، وفي كتير جدا مش متفائلين، وفي كتير جدا يهاجروا، يا بيفكروا يهاجروا يا في طريقهم الى الهجره. كيف سيكون الوضع؟ هل هذا الاحتفال ممكن يكون حضرتك بتكتسب كده ابتسامات سياسيه أصلاً جدا؟ انا مستغرب، هو ليه حضرتك متخيل ان الاقباط بس اللي عايزين يهاجروا؟ والله واحنا كمان مش كده؟ يعني ليه احنا بقى بنحصرها في الاقباط بس؟ لان والمسلمين دايما بيهاجروا. انا سامع كان برضه في حاله عامه طبعا على المتفائل. اذا نتكلم على، عشان بص حضرتك برضه المصريين، برافو صحيح. انا مش حابب النغمه دي عامه، ان احنا نقول الاقباط بيعملوا والمسلمين بيعملوا. لا، ده بقى وضع عام في مصر، ناس كتير قوي زهقانه. بس في ارقام يعني في 30,000 جايز الاحصائيه بس، جايز الاحصائيه دي بس جابت الاقباط، ما جابتش كمان المسلمين اللي صحيح. هاجروا صحيح جايز. بس تفتكر ده نابع من ايه؟ ما خلينا نقول حتى اوكي، خلينا نقول مصريين مسلمين ومسيحيين، ده نابع من ايه؟ يعني ليه القلق الزياده؟ ده مهم قوي، ده سؤال مهم الحقيقه اللي انت بتقوله ده. الحقيقه هو نابع بالطبع من ظهور حاجات ما كانتش قبل كده بظهرة. يعني مثلا فجأة طلع، يعني كنا نعلم الإخوان المسلمين من سنة 28 وبنتعايش معهم وبيتعايشوا معنا ومرات كثيرة. أنا أذكر مثلا وأنا شاب في الجامعة سمعت إشاعة بتقول أن بعد ما الإنجليز هيطلعوا الإخوان المسلمين هيتذبحوا لأباط، وانهم بدأوا بوضع علامات على بعض بيوت الاقباط في شبرا. وصدقني انا في تلك الايام وانا طالب في الجامعه ذهبت الى شبرا وتيقنت فين العلامات، قالوا اهدي. طيب اذا في اشاعه وفي كلام. تيجي بقى لما حصل اللي حصل والجلاء ما حصلش، وحصلت بقى المشكلة بتاعة 54 وزج بالإخوان المسلمين في السجون وبدأت الحكاية. أنا مثلا واحد من الناس أدعى لجميع الأنشطة اللي بتقوم بها جماعة الإخوان المسلمين، وبرحب وبروح وبعد وأعرف عدد كبير قوي منهم وبنتزامل في ده. فالمشكلة هنا في مصر تختلف عن أي طوائف وملل في العالم. ليه؟ لأنه بينما يحدث ما يحدث، زي مثلا مذبحة ماسبيرو، وبينما تجري مذبحة ماسبيرو أمام ماسبيرو، نجد أن المسلم والمسيحي في مصر اللي عنده معاد بيروحوا ساكنين في عمارة واحدة، بيمشوا في شارع واحد، بيركبوا وسيلة مواصلات واحدة، بيحضروا المياتم وبيحضروا الأفراح. يعني إيه؟ ما اختلفتش العلاقة بين المسلم والمسيحي رغم وجود حدث ضخم زي مذبحة ماسبيرو. تمام. وهذه هو سر قوة مصر، لأن اللي فيها الاثنين شعب واحد ونسيج واحد. لأنه عندما يدق الطبلة والمزمار، وجدان المسلم والمسيحي يهتز من الداخل طربا. ولما هيحصل خطر هيحصل علينا كلنا. أوكي. بس انا عايز ارجع لحضرتك بوضعك وبمنصبك وبوظيفتك، يعني اكيد حياتك بيعدي عليك كتير، كل يوم ناس بيجوا لك يقولوا لك ويتكلموا معاك ويفتحوا لك قلبهم ويقولوا لك احنا حاسين بكذا، احنا خايفين من كذا. بص يا عزيزي، ولا انا غلطان؟ انا كنت لسه برضه يعني بقول لحضرتك في الاول ان الخوف ده مش قبطي بس، لكن قبطي ومسلم. تمام. ولكن عند الأقباط خوف أعلى طبعا. إنجاز فكرة الخوف نتيجة إيه بقى؟ نتيجة أولا الأحداث اللي فاتت أكدت نقطتين خطيرتين. نمرة واحد، إن القانون لا يعمل به، إن الشارع هو اللي بيتحكم بصورة واضحة. ولما نلاقي في الشارع بقى ناس مش مستنيرين وبيحاولوا إن هم يفرضوا وضع معين بطريقة معينة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ولما يبقى ده ضد الأقباط بصورة واضحة، اللي حاصل في قنا لما يبقى يتعين محافظ نلاقي الدنيا تتقلب، ما
وعشان محافظ مسيحي، عشان مجرد مسيحي، لو كانت قامت الدنيا علشان وضع تاني ما كناش عندنا مشكلة. ولما يحصل اني يتقطع ودان واحد علشان يقولوا احنا بن 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 عايزين نحقق شرع الله، ولما يتم امور زي كده في حاجات تانية كتير، لازم نبقى لينا رؤية ونقول طبعا. الكلام ده مش مظبوط، لان مفيش قانون بقى. احنا بنتكلم على ناس بتنفذ رؤيتها اللي قد يختلفوا فيها حتى على مستوى الفكر الإسلامي. صحيح طبعا. نمرة اتنين بقى، لما نشعر كمان اني لا يتم اي اتخاذ اجراء حاسم ضد هذه التجاوزات، نشعر بخطر. لكن لازم اطمن حضرتك اننا استحالة نسيب مصر، واستحالة الأقباط يشعروا ان هم كلهم عايزين يمشوا يعني. لكن مين اللي عايز يمشي؟ ده اللي خايف على مصالحه، اللي شاعر اني ما بقاش في امان. وزي ما قلت لحضرتك، ده بتحاول لما حد بيجي يقول لك كده، انا بقول له ما تسيبش البلد. طبعا بتقول ما تسيبش البلد. طبعا بقول له ما تسيبش البلد. مش بتلاقي ان في صعوبه جدا انك تقنعه؟ لا، انا كمان في على المنبر بقول ازاي؟ انا على المنبر بقول الكلام. ايه بقى على المنبر؟ بقول حاجتين. بقول اولا، لو احنا سيبنا البلد معنى هذا هتختل صوره مصر كلها. مصر طول عمرها قبطي ومسلم، طول عمرها فيما بعد دخول الإسلام مصر يعني قبطي ومسلم. فمش من مصلحة مصر أن يختل هذا النسيج. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، أن ده مش عمل مظبوط، لأننا لابد أن احنا نواجه أي شيء ضد الفكر المستنير بفكر مستنير، وبأننا نثبت، مش اننا نهرب. منطق الأقلية، يقول لك احنا قليلين وهم كتار. الهروب مش طول عمر الهروب ما هواش من سمات القبط المسيحي. دايما القبط المسيحي كان بيواجه وبيقف وبيثبت، عمره ما هرب. وإلا ما كانش كان موجود معانا دلوقتي لحد دلوقتي. استاذ لويس، هل حضرتك تتفق يعني لو النهارده حد من اصدقائك او من ولادك او من حتى احفادك بيجي يتكلم معاك وبيقول لك، وده حصل يعني، انا عندي اصحاب كتير جدا بيتكلموا في هذا الموضوع، عندي اهل اصحابي، عندي اصدقاء لوالدتي يعني بيقولوا احنا زي ما قلت لك احنا خايفين، احنا قلقانين، تقول لهم ايه؟ هو زي ما تفضل قدس ابونا انه فعلا صوره مصر مش عايزينها تهتز، وصوره مصر ميزتها انها تجمع بين المسلم والمسيحي في اناء واحد. وبعدين لو انت تشوف التمييز بين الطوائف المختلفة في بلد زي امريكا او في بلد زي انجلترا، صحيح، او في بلد زي فرنسا، هتدهش. هتلاقي ان من احسن بلدان العالم في التعايش والتوافق والتوفيق المصريون سواء كانوا مسيحيون ام مسلمون. ليه؟ لاننا لا نشعر بفرق الدين. وبعدين يوحدنا في الحكاية دي أننا نعبد الله كل بطريقته وحسب شريعته. فعبادة الله جزء أصيل في جينات المصري. فعندما ذهب المصريون الذين هاجروا في الفترة بتاعت النكسة، كان أول مطلب لهم عايزين كنيسة، وبرضو أول مطلب للمسلمين اللي هاجروا عايزين مسجد. ليه؟ لأنهم اكتشفوا أهمية هذه المؤسسة الروحية التي يستطيع أن يتربى فيها الطفل لكي ينشأ ويكون عنده ضمير. ولذلك من أهم الاختراعات التي الاكتشافات التي اكتشفها المصر القديم هو الضمير. وفي كتاب مهم جدا موجود في الهيئة العامة للكتاب اللي هو فجر الضمير بتاع بريستيد، لأنه نشأ هنا في مصر. مصر هي التي يعني لا توجد حقيقة في العالم. يعني نفسي يكون في من حضرتك كده في كل بيت. يعني كلامك كده مهدئ وحكيم وجميل وزي الفل. بس المشكلة زي ما قلت لك تاني، ان ساعة الوقت زي ما قلت وقت الأزمات، وقت الخطر، حضرتك مثلا بتقول مفروض حضراتكم انتوا الاثنين قلتوا بنقول لهم مصر هتهتز ومصر راسجها هيهتز، ويعني اوقات كتير جدا بيقول لك والله انا سمارة الطوفان، يعني انا مصر على عيني وعلى راسي. بس لو مصر دي مذكوره في الكتب المقدسه، واهم جمله مبارك شعب مصر،
وشعب مصر سواء مبارك شعب مسيحي او مسلم مسيحي ومسلم الاثنين مباركين من الله الحمد لله. ونتمنى ان انا عارف ان تعليقكم يعني سواء حضرتك فكريا وادبيا واجتماعيا كشخصيه اجتماعيه حضرتك طبعا بمنصبك وبشخصك الديني الجليل اكيد عندكم مهمه صعبه جدا يعني انتوا واضح ان انتوا مقتنعين جدا وانا بحييكم على دوت لان انتوا عن قناعه وعن حب لهذه البلد بس اكيد هي مهمه مش سهله ان تحاولوا تعملوا كده وتقنعوا الناس اللي جاي ممكن يكون قداسة احسن البابا اللي احنا يا ربنا يطول لنا عايزين بقى نرجع نتكلم عنه بس احنا بنحتفل بعيد جلوسه ال40 النهارده له جمله انا ارى انها خالده وستظل خالده يقول كده بكل رومانسيه وطنيه يقول مصر ليس وطن نعيش فيه ولكن وطن يعيش فينا حلو يعني كلام ما يتقالش بعده كلام هو يعني. هو ربنا يخليه لنا يعني طيب رجعنا تاني كلام عن بابا شنوده انا عايز اعرف في خلال 40 عام احنا اتكلمنا يمكن عن الازمات ولكن عايزين نتكلم عن الانجازات في رايكم ما هي اهم انجازات بابا شنوده في احتفالنا بعيد جلوسه ال40 قداسة البابا قدر انه يخلي الكنيسه القبطيه موجوده وحاضره في كل العالم انشا كنائس في كل بلاد العالم تقريبا يعني وأوفد كهنة إليها ولا تظن أبدا أنهم بيخدموا فقط الجالية المصرية أو القبطية اللي موجودة هناك ولكن ده الكنيسة القبطية في بلاد العالم سفير لمصر كله وبتبقى منارة مصرية في كل العالم قداسة البابا قدر أنه كمان يعلم مش بس 40 سنة في جلوسه على الكرسي المرقسي ولما كان أسقف تعليم تخيل هو البطرك الوحيد اللي ظل يعلم أسبوعيا شعبه 40 سنة يتكلم أسبوعيا ويتقابل مع الشعب حتى هو في حالة تعبه الشديد ومرضه الشديد ويصر حينما يعتذر قداسة البابا زي ما حصل من أسبوعين صحيح. نعلم أنه شيء جلل حقيقي مش قادر صح مظبوط 100% وكنا بنشوفه بيطلع حقيقي تعبان بس قداسة البابا ربنا يديله الصحة كتب 150 كتاب تخيل هذا الرجل قد إيه معلم وقد إيه مفكر يعني طبعا فيكفي لقداسة البابا أنه أخذ 7 دكتوراه فخرية من العالم أعطوه العالم كله 7 دكتوراه فخرية البابا شنودة فكره بيدرس في أماكن كتيرة تمام بجانب عمق الروح اللي هو بيعلمه لنا وعلم شعبه بيه.